أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ صدق الله العلي العظيم. هذه الأوضاع السيئة في هذه المنطقة الظلم المنتشر سواء من قبل حكومات أو أحزاب جماعات، القتل الممنهج للمؤمنين، هتك الأعراض، تشويه السمعة للمؤمنين، إلى مصادرة الأموال، منع الحريات، سجن المؤمنين، تعذيب المؤمنين في السجون. هذه الأوضاع السيئة في هذه المنطقة بالخصوص تجعل الكثير من المؤمنين يعيش في حالة اضطراب. المؤمن يرى أنه في بلاد المسلمين يعيش غريبا في بلده، ليس كما يكون الشخص بين أهله. في بلده الآخرون لهم حقوق وليس مثل تلك الحقوق له. في بلده النصراني يمارس طقوسه الشركية بحرية،
وهو ليس من حقه أن يمارس شعائره الحسينية. النصراني يظهر ويقول ما يكون شركا بالله عز وجل ولا أحد يتعرض له، أما إذا هو مارس شعيرة حسينية يسجن. المؤمن يحس بأنه غريب في بلده، مقدسات الآخرين مصونة، مقدساته غير مصونة في وطنه، لا أحد يتمكن أن يعترض ولو بمقدار اعتراض على مقدسات الآخرين، ولكن أهم مقدساته تنتهك علنا. أبو طالب الصديق يكفر علنا والآخرون لا يمسون بالسوء. هذا الوضع الذي يعيش فيه المؤمنون خصوصا في هذه المنطقة يجعلهم يحسون بحالة عدم الاستقرار، اضطراب. جزع. أذكر لكم بعض النقاط السريعة فيما يرتبط بنا في هذه الأوضاع. النقطة الأولى، القضية ليست قضية جديدة. لماذا الجزع إذا أصاب الإنسان مكروه يلزم أن لا يجزع، يلزم أن يتجلد، أن يصبر؟ هذه الحالة بل أسوأ من هذه الظروف عانى منها آباؤنا، عانى منها أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في عصور أهل البيت، ناهيك عما عاناه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ذاك أكبر من تصور الإنسان أصلا. وضعنا بالنسبة إلى السابقين منا جيد جدا، لا شيء. مشاكلنا بالنسبة إليهم لا شيء، شيء ضئيل. لا أقول هذا استصغارا بالظلم الذي يوجه للمؤمنين، حاشا، الظلم صغيره كبير مهما كان، فكيف إذا كان هذا الظلم موجها إلى طائفة، هذه التي تسمى بالطائفية، الظلم الموجه لطائفة معينة فقط، الآخرون لهم حريات، هذا ليس له حرية، هذا ظلم قبيح جدا. لا أقول هذا استصغارا بهذا الظلم، ولا أقول هذا حتى نتكاسل نقول نعم نحن في راحة في أفضل وضع، إذن يلزم علينا أن نجلس نصبر صبرا سلبيا، لا، ليس هذا المقصود. المقصود أننا يلزم أن لا نجزع، أن لا نفزع، أن لا نهلع عندما يصيبنا مكروه، هذا واقعنا. كما أن الأولين، كما أن الآباء عانوا أشد من ذلك وصبروا وتحملوا وعملوا ووقفوا وصمدوا أمام الظلم في ظروف أصعب من ظروفنا بالكثير، في الوقت الذي كان لا يتمكن المؤمن أن يتفوه بكلمة، في وقت كان يقتل الشخص بتهمة أنه شيعي، بتهمة أنه شيعي، في ذلك الظرف صمدوا. نحن في ظروفنا العادية بالنسبة إلى تلك الظروف يلزم أن نصمد، أن نقف. ثم في تلك الظروف
خرج الظروف انتهت تلك. الذي كان يعيش في ذلك الظروف مات في القبور الآن، ولكن خرج بعضهم مرفوعي الرأس أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وقفوا. المثال الأظهر الأوضح أصحاب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وقفوا ضحوا بماذا؟ بأرواحهم. الذي لم يضحي أيضا مات، ذاك ما بقي، هذا مات وذاك مات، ولكن هذا خالد بخلود الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأولئك ماتوا. الذين تراجعوا والذين ما صمدوا انتهوا، وهؤلاء لم ينتهوا. اليوم أيضا كذلك، الذي يصمد يبقى، الذي يتراجع ينتهي، بانتهاء حياته ينتهي كل شيء. ثم كيف انتهى ذلك الظلم الشديد القاسي؟ عندما أقول ظروفنا أفضل بكثير من ظروفهم، لنتأمل ماذا كان عندهم حتى تمكنوا أن يزيحوا ذلك الظلم، حتى نعمل نحن ذلك حتى نزيح هذا الظلم. الظلم الأشد أزيح بماذا؟ الظلم الذي كان إمام معصوم لا يتمكن أن يقول أن هذا اليوم عندي شهر رمضان أو عيد. هذه القضية السهلة العادية في يومنا هذا، بهذا المقدار إمام معصوم ما كان له الحق. اليوم الحمد لله رب العالمين نقول هذه القضية عادية جدا. كيف ولت تلك الأيام؟ كيف ولى ذلك الظلم؟ هذا الظلم الذي هو موجود اليوم لهذه الطائفة، لهؤلاء المؤمنين، أيضا يزول بتلك الطريقة. الحرية تؤخذ لا تعطى، خلاص كلمة. الحق يؤخذ لا يعطى. الناس ليسوا أناسا حقيقيين، الناس أشبه ما يكون بالحيوانات أجلكم الله وأجل المؤمنين. لا يعطي الحق إلا أن تأخذ الحق منه. قانون الغابة هو الحاكم بصورة أخرى مؤطرة بإطار معين، حاكم في البشر، يلزم أن تأخذ حقك، أن تثابر، أن تصبر. هذا الذي صنعه أولئك، أزيحت تلك الأيام المظلمة. العدو لا يريد أن يعطيك حقك، لو طالبت بحقك لا يريد أن يعطيك، هذه طريقتهم، فيلزم أن تأخذ حقك. بعض الكبار في السن حفظهم الله من المؤمنين يتذكرون في هذا البلد عندما رفعوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. رفعوا هذه الشهادة، هذه الشهادات الثلاث في الأذان، ثارت ثائرتهم. هو لا يريد أن يعطيك حتى هذا الحق. هؤلاء رفعوا شهادة ثالثة، جاءوا ببدعة، ضجة، ذهبوا إلى هذا وذاك، ضغطوا على هذا وذاك، على أكبر شخصية سياسية في البلد ضغطوا حتى يمنعوا ذلك. وأقول هذه الكلمة بصوت خافت، وللأسف أن بعضنا أيضا كان يقول لا، هذا يثير الفتنة.
شيء مضحك. الحرية تثير الفتنة. أن أكون حرا، أنا حر. ضربت شخصا، تعديت بالسيف على شخص، هتكت حرمات شخص، لا، أريد أنا في مأذنة مسجدي أن أذكر شيئا لنفسي. هذا مسجدي، هذه مأذنتي، خلاص. هذا يثير الفتنة مع كل هذه الضغوط من أولئك، مع كل هذا التراجع من هؤلاء. صمد أولئك المؤمنون الصامدون. اليوم القضية جدا سهلة عادية. تتصوروا أن هذه القضية صارت سهلة عادية في اليوم الأول؟ أبدا. في اليوم الأول كانت صعبة، صعبة جدا. وقفوا هذا الأثر في كل مساجد المؤمنين في هذا البلد. اليوم نسمع شهادة أن عليا ولي الله. صمدوا، صبروا، أخذوا حقوقهم، أخذوا حرياتهم. هذه حرية مكفولة لكل الناس، لكل الفئات. أنت كنت محروما منها، خذها. اليوم أصبح الأمر سهلا في هذا المجال على الأقل. في بقية المجالات هكذا. الظالم يحاول أن يضغط، ولكن الضغط له حدود، له أمد. حاول أن تنفلت، حاول أن تأخذ حريتك. في اليوم الأول لا يعطيك، في اليوم الثاني لا يعطيك، يضطر في يوم ما أن يعطيك. حق الحرية، حق للآخرين، الحق لي، الحق أيضا. الأوضاع تتغير، بالصمود تتغير. في بلد أحد مواطني ذلك البلد كان يدخل إلى بلده، إلى وطنه بسيارته قبل تقريبا عقدين من الزمن تقريبا. فتشوا السيارة، وجدوا في السيارة شيئا خطيرا جدا، شيء أخطر من المواد المتفجرة، شيء أخطر من الأسلحة القاتلة. ما الذي وجدوا في سيارته؟ وجدوا نسخة من الصحيفة السجادية. أخطر من أي شيء فتاك، الصحيفة السجادية. أخذوه إلى القاضي نفس المكان في حدود ذلك البلد. خلال دقائق من المحاكمة، محاكمة سريعة، محاكمة مجرم حرب، المحاكمة التي تتم بسرعة من دون وجود أي شيء آخر. ليس له الحق أن يأخذ محاميا، ليس كذا، هذا محاكمات مجرمي الحرب. حاكموا خلال دقائق، وحكم عليه القاضي بالجلد، وبالفعل جلد 60 جلدة. في نفس ذلك البلد بعد مرور أقل من عقدين، أقل من 20 سنة، اليوم الصحيفة السجادية تطبع في نفس ذلك البلد مرخصة، رغما على إرادة أولئك. أولئك إلى الآن يريدون أن يمنعوا هذه الأشياء، لا يتمكن الظالم. الظالم يضغط، يأخذ بالقوة، شيئا فشيئا ينفلت. هذه قاعدة دائمة في الظلم، في الأخذ بقوة. تريد أن تعرف مثاله المادي؟ اقبض يدك هكذا بقوة،
قوة قوة قوة، بعد ساعة ينفلت. قوتك تنتهي إلى حد معين، الضغط شيئا فشيئا ينفلت. اصمد اصبر تأخذ حقك. أولئك يريدون هذا الشيء ولكن لا يتمكنون، لفترة يتمكنون. التجاهر بالبراءة من أعداء أهل البيت، لفترة يتمكنون أن يمنعوه. في هذه البلاد سوف تسمعون في الشوارع التجاهر بالبراءة من أعداء أهل البيت. خلاص هذا حقي، حقي أن أقول ما أعتقد وحق غيري أن يقول ما يعتقد. له الحق أن يكفر والعياذ بالله، ليس له الحق، ولكن دنيويا هكذا. في الآخرة الحساب عند الله عز وجل. هو من حقه أن يكفر أبا طالب، وليس من حقي أن أقول ما أراه في شخصيات له. هذا الشيء خلاف المنطق، هذا الشيء خلاف مسير العالم كله. العالم يسير نحو الحريات رغما عن القوى التي تحاول أن تمنع هذه الأمور. سوف ينفلت، لا أقول سوف ينفلت بعد مئات السنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة في هذه البلاد. خلاص هذا واقع، الحرية واقع، يحاول ولكن ينفلت، كما انفلت كثير من الأمور التي كانوا يمنعونها. خلاف العقل، بالإضافة إلى أنه خلاف الشرع، خلاف العقل، خلاف طريقة العقلاء. الكل له الحق أن يقول ما يريد، أنا ليس لي الحق. أحد المؤمنين أخذ سجن، عذب، لماذا؟ في بلد من البلاد التي يقطنها أكثرية شيعية، عذب. لماذا؟ لأنه أقام في بيته مجلس فرحة الزهراء. هذا الظلم يبقى؟ مستحيل أن يبقى. أنا رأيي، عقيدتي، تصوري، وفي بيتي. الإنسان في بيته يقول ما شاء، يفعل ما شاء، يؤخذ، يسجن، يعذب، يبقى؟ مستحيل أن يبقى هذا الشيء. ولكن يحتاج الأمر إلى صمود، كما صمدوا وأخذوا وأصبحنا في راحة، نصمد ونأخذ ويصبح أجيالنا في راحة. هذه النقطة الأولى. أولا لا نجزع، هذه الأمور كانت بطريقة أصعب بكثير مما نحن اليوم عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أحد كبار مراجع التقليد قال لأحد المؤمنين: أنك تعيش، مضمون القضية، في أفضل راحة، بتغيير من العبارات مني طبعا، نفس المضمون. لماذا؟ لأن من بيده قدرات السماوات والأرض، لأن من بيده قدرات الدنيا والآخرة يرعاك. ألم يروى عن المولى صاحب العصر والزمان الإمام الحجة ابن الحسن المهدي؟ أرواحنا فداه، أنه قال: إنا غير مهملين لمراعاتكم. لو كانت شخصية متنفذة له شيء من القدرة في بلدك يرعاك، كم كنت تحس بارتياح نفسي؟ فكيف بالإمام الذي بيده قدرات السماوات والأرضين، بيده قدرات الدنيا والآخرة؟ هذا يقول إنا، وهذا كرم عظيم منه، إنا غير
مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. أي ارتياح! هذا الارتياح الذي نحن نحس به بهذه الكلمة، لو كان الإنسان يقطع قطعة قطعة، هذه الكلمة تجعله بارتياح، تجعله بنفسية مطمئنة. إمامه يرعاه. إمامه من؟ هو الذي بيده الخير في الدنيا والآخرة. إذا يرعاني إمامي حتى لو أقطع قطعة قطعة، هذا من صالحي. هذه الكلمة تكفينا، لو لم تكن أي كلمة أخرى. صعوبات مع هذه الكلمة، صعوبات لها مفهوم أصلا. ليكن ما كان، إمامك يرعاك. إمامك من هو؟ صلوات الله وسلامه عليه. نقطة ثالثة بسرعة، السعادة الدنيوية. أترك السعادة الأخروية جانبا، السعادة الدنيوية لك مع كل هذه الصعوبات، أنت تصلي صلاة رسول الله، تصوم كما أمر به أهل البيت، تذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، تعيش في أجواء مجالس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تمارس الشعائر الحسينية، أي سعادة أعظم من هذه السعادة؟ هذه السعادة التي المليارات كذا مليار من البشر محرومون منها. هذه سعادة. عندما تذهب إلى مسجد ترى وجوه إيمانية في ذلك المسجد، عندما تذهب إلى حسينية، إلى مجلس حسيني حتى لو كان في دار صغيرة، تسمع يا حسين، تسمع يا علي، تسمع فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تسمع فضائل شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه ليست السعادة. السعادة ما هي في الدنيا؟ هذه السعادة. وثم أنت تتألم من هذه المشاكل الموجودة، غيرك أيضا يتألم ولكن بفارق كبير. ما هو الفارق؟ الله عز وجل يقول إن تكونوا تألمون، عندك ألم، فإنهم يألمون كما تألمون. تتصور أن الظالم ما عنده ألم؟ تتصور أن الطاغوت ما عنده ألم؟ آلامه أكثر من آلامنا، يعيش حالة كئيبة حزينة مريرة. الظالم حياته ليست حياة سعيدة. أنت تألم، هو أيضا يألم، ولكن الفارق ما هو؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. والفارق وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفارق. أنت عندك إمام زمان، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لا ينطبق عليك. هذه أي السعادة؟ هو عنده نفس الألم الذي عندك، بفارق أنه ما عنده إمام زمان، بفارق أنه ما عنده رجاء. الذي ما عنده إمام زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، أنا لا أقول، هذا كلامه، مات ميتة جاهلية، هو أيضا يعيش في ضغط، ولكن الفرق أنت عندك أمل، ترجو من الله، هو ما عنده هذا الرجاء. حتى لو قال أنه يرجو يكذب على نفسه. أحاديثه تقول الظالم الذي يظلمك أيضا عنده ألم، بفارق أنه لا يرجو ما ترجو أنت. من السعيد؟ هو سعيد أم أنت؟ السعادة لنا، هذه هي السعادة.
السعادة ليست الراحة الجسمانية، الراحة المادية، هذه ليست سعادة. بعض الناس يعيشون في أفضل راحة، في أفضل أجواء مادية، ما عندهم الراحة، ما عندهم السعادة. السعادة عندك. ما القضية؟ ضرر؟ لا، أنا لا أقول لا يوجد ضرر عليك. القرآن يقول يوجد ضرر عليك؟ لا، القرآن الكريم يقول لن، بالنون، لا لا، لن يضروكم إلا أذى. هو لا يتمكن أن يضرك، هو يؤذيك فقط، أكثر من هذا لا يتمكن. الضرر ليس بيده، لا يضرك. أنت على كل التقادير بكل الأحوال أنت الرابح، لا يوجد ضرر عليك. لن يضروكم، يعني مستحيل، لن لنفي الأبد، يعني إلى الأبد لا يتمكن أن يضرك. كل ما يصنعه عدوك، كل المنع الذي يمارسه بحقك، كل الظلم الذي يمارسه بحقك، الطائفية التي تمارس بحقك، كل ذلك ليس من ضررك، أذى، أذية هذه. أما الربح أين؟ عندك. الضرر أين؟ عنده. يمنعك من ممارسة حقك؟ هو المتضرر، أنت المنتفع. نعم يؤذيك فقط، أذية، الأذية سهلة. المشكلة الضرر، إذا كانت أذية بدون ضرر هذا شيء طبيعي. أنت في الدراسة عندك أذية ولكن بدون ضرر، عندما تدرس تربح، عندما تتاجر ترى أذية، في التجارة توجد أذية ولكن تربح. المهم ليست الأذية، المهم الضرر. الضرر غير موجه إليك، لن يضروكم إلا أذى. السعادة عند من؟ عندك. حقا نحن سعيدون؟ فلا نجزع، نعمل عملا بكل جهدنا دفاعا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أخذا لحقوق المؤمنين، أخذا للحريات، ننشر الحريات بكل الطرق التي نتمكن منها. كله صحيح ولكن بارتياح، سعادة. ما يكون وما كان وما يكون في هذه المنطقة وغيرها من المناطق حسن لك، لا عليك، امشي في دربك. إنما يلزم علينا أن نتمسك بهؤلاء الطاهرين. نحن إن شاء الله متمسكون في المجال العقيدي أو العقدي، في مجال العقيدة نحن متمسكون بهم. نزيد هذا التمسك، مصدر الخير هنا عند من؟ عند محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات المولى وسيدنا صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا اتباعهم في الدنيا، زد في قلوبنا حبهم وحب أوليائهم وبغض أعدائهم، اجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.